ما ديدهم صديقنا. أنا خلصت المكان تمام. أول مرة. ولك المكان هذا مت على ما اصعده. حزت الاول لعبه والله. والله شوف هذا القواد. ما شاء الله بلاد سلاش. صار عندي left to right. وين استخدمهم؟ ما ادري، انا للحين ما ادري. دكتوس هذه وين صايره دكتوس؟ ألتر؟ شنو يعني ألتر؟ خلاك تبشنو يعني ألتر؟
هل يرد؟ هل يرد؟ meaning ما ادري شنو هذا، هذا مكان للحين ما طلعت له انا. Without the cape? نسيت القم تحت الشير. ها؟ هاي كان اقول لك الشير عادي تحصل تحت من جولدن سيد. ايه معناته في اقوى منه بس انه غريبه ناقص. خس اللي فك على الطوفة الدم. يواري دم. you
عثمان انا لقيت كهف، انت جيت هني في كهف اللي فيه مايننج؟ وين هذا لقيته؟ انت عيل ما جيت هني بالحفره اللي هني. انا خلص بس من هالدب. ناطرك ناطرك عادي. خلصنا من الدب. حلو. ورنا ورنا. يمين الشيارة. انا ذبحت البوس اللي تحت الشيارة. ويتهم. بالمكان هذا. ايه. اوكي اوكي. انا اقولك هني ما افترت عند الشيارة. حاول تخلص من المكان عشان خلاص تفتك ان هالمكان فينش دن دامنا جزيرة وواضحة. ايه بس طلعت انا منها بالهذا نفس ما قلت لك. السموك. السموك طلعك. السموك هو اللي وداني فوق. صح صح صح. قلت الحين ما حصلت جريس هني. غريبة. لا الجريس شوف خل اوريك. هني شوف. هني واحد. طلع بوهي. ايوه بس. خايسين هذول ما تقدر تسوي لهم سلاش. اوه شنو هذا؟ ولا والحلو بالكهوف الطافة تقدر تاخذ سميثينج ستونز وهالسوالف. والله انا ابي سميثينج ستونز في الفور. لارج جلين ستون سكاربي خسي. لا ابي ليفل 3 هذا يقول شوف يقول لك ان اول ثلاث ليفلات تاخذهم من تقدر تسويهم عند السميثينج ستون بالشيرش الاول عند الاحمر اللي قلت لك عنه. اما تشتريهم منه؟ مو تشتريهم منه، تسويهم يمه. في يمه سندان. ايه يمه انت تقدر تطور يعني انت نفسك. اللي فوق الليفل 3 لا لازم تروح حق البلاك سميث. ايه اقصد لا ابي هذا ابي القطع نفسهم. قطع بالكهف. بلاوي تحصل.
سوفت كوتون؟ لا 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 ايش صار فيك؟ هني في صاده وصلت عند بوس اوف رشينج Rusted anchor. بشيك بالمكان يمكن في شيء ما خذيته. عثمان صديق الكاكاو يصير حلو لما تحطه بالثلاجة صح؟ على حسب على حسب ولا هذا وين اللي حصلته؟
على اي كاكاو تقول عنه انت حاطه بالثلاجة؟ انا مو كاكاو واحد، وايد انا احط بالثلاجة. كندر عرفت الولد؟ اي كندر ولد. الولد والثاني يعني اللي واثنين حلو لما يكون بالثلاجة. عندك كاكاو سناك بوينو حلوين بالثلاجة. تحس يصيرون كروسبي يابس. انا حتى الكتكات وهذا احطهم بالثلاجة، ما احب شيء ذايب. صدق ما ايش فينا حاشين صداع. نفسك انت مو صح حاشين صداع، خليت تسبح ما ادري شنو. غريبة ليش شارب ماي ما تشرب ماي؟ والله مو شارب ماي. ترى ضروري القص الماي 2 لتر باليوم. والله احس انه يبي لي هذا. قول معاي. يبي لي بنادول انا. ايه ايه. طق لك بنادوله. طرعوني في أسلحة أثمان مو أسلحة دروع، إذا بين مكتوب عليه بين قوسين ألترد معناته without cape، يعني ما في كيب، ومعناته إنه في نفس الدرع بدون الألترد، يعني يكون في كيب وأقوى. هون يعني في كيب أقوى. يعني أنا الحين مثلا عندي هذا الخوذة، خوذة هذه بانش نايت هيلم ألترد، ألترد بدون كيب. يعني بدون هذا المات سوبرمان ورا. اي اوكي. فتكون وزنها اخف بس هم الستاتس مالتها اقل. اللي بدون الترد يعني من غير سالفة الالترد يكون الستاتس مالتها اكثر شوي ووزن اكثر بس ويكون اقوى يعني. يعني معناته انا الحين هذا الدرع عندي الخوذه معناته في اقوى منها اللي هي بدون الترد. عليكم السلام والرحمة، هلا اكس اكس. حي الله حي الله. كيف ارسل لخويي باللعبه؟ عثمان تعرف شلون ترسل شيء حق اخوك؟ حق اخوك وحق واحد باللعبه؟ والله ما نعرف بس اعتقد يمكن من عن طريق هذيل اشوف.
الفينجر هذا اعتقد. الفينجر الذهبي هذا؟ لا مو هذا، هذا وين؟ هذا هذا. هذا ال شو اسمه؟ البولز اعتقد. وهذا نفس الطريقة بعد عند البوسات. هذا اعتقد بس ال في تمثال تضغط عليه يفتح البول حقك. صح صح، في تمثال يكون عند قبل البوس او شيء كذي. تروح على قوت بتقرب طق مثلث يسوي يبطل البول. لا هذا تحط ساين عادي، بس البول شنو؟ تذكر في تمثال سالتني قلت شنو هذا؟ ضغط عليه ذاك اليوم. المكان اذا كان جديد اول مره داشه ما يصير تحط فيه ساين. لازم تضغط على ذاك التمثال. عرفت؟ اوكي، كنا تشيك بوينت يعني. بالضبط. اقدر استدعيك كل شوي ولا بس عند عدد محدد؟ لا كل شوي عادي. عادي كل شوي. ما في عدد محدد. بس اذا ما يبي احد يدش او يجي الساين ماله حلو يدخل مالتي بلاير. شلون الطريقة تقدر تجيك ذاك اليوم؟ كان مالتي بلاير اوكي؟ اضغط واي صح واحط باسورد. ايوه حطوا نفس الباسورد هم الاثنين. عشان اذا حط الساين هو بس يشوفه، عرفت؟ نفس هذا اللي هني. عند البوس. يعني اذا حطه يدخل بس هو ربعه. نفسها تنزل هني المالتي بلاير على اليمين في جروب باسورد، تحط باسورد خاص وصاحبك يحط نفس الباسورد، يصيرون بس انتو تصيرون جروب واحد بس اللي تنادون بعض. اي هذا مالتي بلاير اساس اذا حط الساين مو اي واحد يدش علي، عرفت؟ ينطر صاحبه يدش علي بس. الله يعافيك يا صديقي، حياك حياك. And celebrated repudiator of the false. السؤال صعب هذا اللي يسلك وين وصلت باللعبة. اللعبة مفتوحة عرفت، ما تدري انت وين واصل. اي والله. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the true order and celebrated repudiator of the false. You've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool, and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. What's this kind, sir? Remarkable. The knight commander dead. Already?
A blessing if ever I chanced upon one. Fine work, I say, fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done, and I commend you. Now, this is your reward. أنا خلصة. It's yours. أعطاني إياه. Keeping. أعطاني إرث ستيل داجر. ود مجسم نفسه اللي عندك يمديني أحصله الحين ولا راح علي؟ لا لا تحصله تحصله. موجود موجود. أتوقع من موقعهم فور فيجرز تحصله. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? Under the earth tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the which is why I, Kenneth Hyde, next in line as the right اطلع لك الفول. ايه قاعد اشوفه. ايه. الحين اقدر ادخل مثلا وين؟ على الانفنتوري واحط السهم بالارض. ليش ما تجي تساعد هني؟ اقدر؟ يلا عادي هيك. ايه تدري بعد البوس قوي زاد على زوم. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Hello. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. Right then. I've much... هذا قزة بالفورت. هذا الفورت هايت صح؟ اي دي هو هذا المفروض. ايه فورت ايه وين؟ نفس اللي بالزاوية هذا. هذا رحت ما لقيته هناك. بس انت لما انا كلمتك كان يقول انه مات والحين هو بيروح هناك، معناته اذا رحت هناك راح احصله. المفروض يعني انا رحت هناك وما حصلته. صدق بعدها؟ ايه يمكن بعد وقت كان يطلع من هناك. يمكن بعد وقت. ايه يمكن يبي له فترة. يمكن. لكن بوس حطان يمكن بس 2000 مرون. يعني حاله حال وحش عادي. اوف وين كنت وايد مجدم. وانا بالنسبه لي ال 2000 وايد ترى. هلا هذان كم 3000 شيء كذي. طيبو انزل هني تحت ولا اموت اذا طلت؟ لا شكلي اموت. لا قرب قرب شوي تحت. من هني نزل. بس خلصت خلص الميوزك؟ خلني ادن بعد. هاي باو
حيوان. انطر خالك وحصاني لا يطقني شذي انت. شو البوس انت وصلت له؟ لقيته بسردار. اي هذا اللي توه قاعد يقول كانه. اوه كاهي. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, a yen for Glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. شكلها غريب. One must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate. الحين اركبهم هذول اتوقع هني عندي القطاع. ممكن. One must choose. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glimstone sorcery, but I refuse to coddle or cast kind words. Never anticipate grievances, young apprentice. Hey, من صدق؟ Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Enhanced left hand shield damage mitigation. Draws upon the powers embedded in Glimstone. But what is the nature of such power? Glimstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while Glimstone contains residual life and thus the vitality of the stars. It should not be forgotten that Glimstone sorcery is the study of the stars. And the life therein. A fact lost on most sorcerers these days.
Your appetite for learning is impressive. You make me proud. To have grown little legs so readily. You must have a fabulous teacher. Young apprentice, first things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? How about you, Heather? ودي اشوف اياها الصجي. لا فرق هاد. هذي سالفة ايضا. ها؟ انك تقدر تدخل هني وتحط عاش فور. تحط سلاحك يعني تحط له كذا شغلة. ايه. في ستاندر. اوكي. في عندك مثلا شغلات هذي اللي تطلع ويطلعوا لك. جربت تضغط؟ اي انت عاد تحسب المجموع كم يصير عرفت؟ مجموع الحين على كم اتاكي 168 زائد 80 يعني يطلع كم؟ 248. اها حلو؟ طيب مثلا على هذا يطلع اتاكي 247 اذا حطيت واحد من هذيله. اوكي. اما مثلا اذا نزلت على هذا تصير اتاكي مثلا بهذا لا خل نفسه اي شوف سيكرد هذا اللي انا الحين واقف عليه شوفه هذا يعطيني هولي دمج 124 واللي فوق الاتاك العادي 124 فيزيكال تحط مجموع 13 13 كم يصير 248 و 13 13 كم هذيله عرفت؟ يعني يوصل 270 الدمج. يصير دمج كامل على الوحوش اللي صالب ضد الهولي. اها. زين هذا شنو هني مكتوب؟ زائد 48 فيزيكال. دارك بوست ينزل واحد. هذا يصير بي هسي. ابركات. الستاندر راح يفيدك الحين. اللي هو هذا ها؟ مثلا يعني الحين مثلا ستاندر اللي هو من غير ولا شيء اللي تحت عرفت؟ اللي تحت قصدك الملونين هذيلا؟ هذا تشوفه يزيد 58 لا ما يزيد 58 يزيدني اثنين انت كنت 162 زائد 44 كم يصير؟ زائد 44 يصير 96 208 اما اذا ركبت هذا راح يصير اللي على جنب 148 زائد 58 اوكي يعني بالعكس اقل متى يفرق معك وايد؟ اذا زدت الى الليفلات العاليه يعني شفت البي والدي هذيل اللي تحت ايه يعني مثلا خلينا نفرض سلاح بي سترينث وانت لاعبك رافع السترينث ماله وايد فرايح اعطيك شفت الموجب هذا اللي على جنب راح يزيد اكثر فهمت يعني البي ايش كثر راح يزيدك كنسبه تناسب على السترينث اللي عندك اي هذا شوف بالسترينث من الدي للبي اي يعني هذا السلاح صار بي فشفت الحين ليفلك متزايد السترينث عندك
يعني ما خلنا نفرض ان الاي يعطيك نسبه من السترينث مالك، خلنا نفرض 5% مثال، والدي مثلا يصير 10%، وخلنا نفرض السي يصير 15، البي يصير 20% يعطيك من السترينث مالك. فهمت؟ اوكي، وين يبين هذا بالزائد؟ شفت الزائد هذا يبين هنا. عرفت شلون؟ اي بس اذا استخدمت هذيل الحين بعدين حطيت فوقه واحد راح يختفي منك ولا راح يرجع؟ لا تقدر تبدل بينهم على كيفك. كلهم ما ادش مكان تبدل فيهم على كيفك. نايس. يقول ما فهم شيء. اي شوي شيء يعقد بعض المرات. انت فهمت يا عيدان؟ اي انا فهمتك. انه يزيد السكيل. لا شوف معلومك، اللعبه لازم الحين دشينا بمستوى النيرد الحين، لازم هالسوالف الواحد يفهمها. حيوان طالع جلسة وشروحات. لازم Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. I get this kid. Darrowell, لحظة. من هذا Darrowell؟ مو هذا اللي توم الساعة إحنا قاعد نكلمة؟ لا، كينت كان اسمه. كينت ها؟ إيه. كينت ولا فيزا؟ مليق هنشوف الحين. انا رايح للفورت لان هذا قاعد يقول تريتر، وانا الحين صرت وياه خوفك اتوهق. لا كنا شو اسمه؟ اي والله المكان فاضي ما في احد. معناته خلاص خذ المكان. خل اروح له. لعن امه. الله لك زق علينا هذا. والله طشرني تطشر هذا عيدان. اوه هذا ايه ما بغيت انا، خفت. انت رحت جهته؟ ايه
لا والله ميدان هذا وان هيت كل احلف ما شفت تصدق كنت قاعد اكتب مسج طحيت واحد بد انا اخذ الليفل مالي اوه اذا ما جلسته ما يسوي لي شيء صج؟ اي اوه في قدام الشارع عيدان ها اي شارع هذه تعطيك جولدن سيد اي واحده الصغيره ايه كاي ايه هذا الشارع صح يعطوني جولدن سيد انا وصلت القصه ايه بشوف شو السالفه في واري اوف اوردينس اوف اوردينس اه من هذا الشيء لحقني شو هذا الشيء لحقني هذا اللي احتلوه؟ صدق احتلوه؟ منو؟ هذا ال الاوركس الصغار ذا اللي يجوج ماجوج ايه ذبحتهم؟ قاعد اذبحهم انا الحين بس بس هذاك مو بس ما كان هذول موجودين يا انا ذبحتهم لا 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 عثمان هذول ما كانوا موجودين ذبحتهم دخلت ذبحتهم بس ما رديت ومشيت ما فهمت عثمان هني كانوا الناس غير اي فاهمك فاهمك الوحوش الوحوش كانوا مو هذيلة كانوا جنود اي كانوا جنود شو السالفة ضار هذيلة يو واحتلوا المكان ومبعص هذاك هذاك شكله مبعوص او ميت انا حاس انه ميت خل اشوفه فوق يمكن ميت مني مني دورته فوق ما لقيته صج؟ ايه عباك ما دورته؟ انت جيت ولقيت هذول موجودين؟ ايه اه كاو ات از 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 هي ات از هير شنو ات از هير؟ اوه كاو لقيته؟ ايه وينه؟ كاو مشكلة وايد متأخر عرفت؟ ايه عادي انا اطرك الحين انت قاعد تصعد صج؟ صور رفرش؟ يمكن يصير اسرع شو اسمه؟ ها شلون لقيته انت بالسطح انا ما لقيته ما ادري قاعد اقول لك هي طريقة ما ادري بالقصة ما ادري شو السالفة خليني اشوف شو يقول لحظة 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 the sorry state of my foot oh indeed it is a foul fate for a land to be without a ruler one must be found with haste and not that awful Godric but a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of the Limgrave I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood as things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post-haste for a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. مسكين سخاطري والله. I must begin my search post-haste. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. الصوت عزين لهالدرجة؟ هو قا مو وعدني ان وعدنا انه راح يخلينا نايت. ايه؟ ايه؟
قال لي سوري ان رفعت امالك وكذي، الوضع شويه كئيب هنا. ففي تكمله بالقصه يعني للحين ما خلصنا، يعني هذا للحين في مور ان مور، عرفت؟ ايه في جندي يقول لورد كينيث اللي ميت برا ولا شبه هيومن ولا هذا، تلقاه على الدرب ونطالع. صج؟ ايه تلقاه يقول كينيث. قرب المكان اللي انا فيه؟ ايه. خلا راح اشوف. شوف روح كلمه الحين. هذا نفسه ولا اروح لبرا؟ عرفتهم الهالو اللي يكونون قاعدين كذي؟ قصدك هذول الجوست. ايه. زين؟ تلقى يقول اسم هذا اللورد. اوكي خلا اروح اشوفهم لحظة. يمكن الحين يقول شيء. يمكن. مسكين ضاق خلقه. اي والله ما تغير شيء وما قالك شيء؟ لا نفسه قاعد يقول، يعني هذا قاعد يشتكي يقول وينك يا لورد كينيث، يعني ضار قبل لا تموت هذه مسكينه كانوا ناطرين شيء وكذي. اللي انا فيه هذا لازم يكون لي مليون عشان الشيء دعوه هذه قويه هني. الحين لازم انا شنو اسوي؟ خلصنا هذا كله. You there? Could you help us out, Cully? You? Yeah, you there? Stop pretending you can't see me. What'd you go and do that for? Oh, yes. I remember. Some clod turned me into a tree.
You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right. Right, Fiona. I need a moment. Lola Zim. I'm frightened of them. So I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Right.